الظروف المناخية القاسية بريحها الشديدة لم تمنع الرياضيين من المشاركة في ترايثلون التحدي بدبي الذي أقيم بحديقة شاطئ جميرة. أكثر من 800 مشارك ضمتهم فعالية سلسلة إبتاج ثلاثية بسباقات السباحة وركوب الدراجات والجري. فعالية تحدي دبي هي الجزء الأول من هذه السلسلة وقد توجت بجائزة جملية قدرت ب 300 ألف دولار أمريكي. الفعالية الثانية ستكون تحدي عمان في شهر أغسطس القادم وتكون فعالية تحدي البحرين في المرحلة الثالثة والأخيرة وتقام في شهر ديسمبر من هذا العام. أما الجائزة الإجمالية لكامل السلسلة فقد رصد لها مليون دولار أمريكي للفائزين. وبذلك تكون سلسلة التحدي الثلاثية هذه أثرى سباقات الترايثلون. طبعا برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم تقام البطولة هاي للمرة الأولى بمشاركة أكثر من 900 مشارك. في هناك أبطال أولمبيين، هناك أبطال العالم، هناك مستويات عالية في العالم. للنسخة الأولى نحن سعداء لهذا للعدد المشاركين ونوعية المشاركين، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل مشاركة أفضل. طبعا نظام التحدي، هناك تحدي البحرين، تحدي دبي، وتحدي عمان، ويتم تجميع النقاط، ومن ثم أيضا هناك جائزة مالية كبيرة أيضا. التنظيم رائع، فكما قلت في السابق أنا شاهدت كثير من ملتقيات دولية للترياتلون، وعلى ما يبدو بأن التنظيم هنا هو الأفضل، لأن تقريبا نحن في أجواء مثل بطولة عالم، ليس أجواء ملتقى فقط أو تحدي فقط. فلهذا أقول بأن المنظمين نجحوا بامتياز في تنظيم هذا التحدي للترياتلون. في السنوات الماضية الأخيرة أصبح الترياتلون له أبطال مميزين، وبدون شك سيساعدون حتى تكون هذه الرياضة في المستوى العالي مثل ألعاب القوى أو رياضات أخرى أولمبية. لورينزو بوسوني من نيوزيلندا ودانييلا ريف من سويسرا كان الفائزين في فعالية تحدي دبي، فهل سيكونان أيضا الفائزين بسباقات كامل السلسلة ويظفران بجائزة المليون دولار؟ لننتظر ونرى. To be honest, I wasn't expecting it to be so windy. I knew there was going to be a little bit of wind looking at the forecast, but this it was really tough. But I think it made for a very fair race. The swim was hard. There was no drafting in the swim. Everyone had to fight very hard. The bike with the 20 meter draft rule, it made it fair. It made it an honest bike race. And the run with the breeze coming from the ocean, it was tough to find that bounce to keep bouncing forward. But I mean, the spectators were great. The course was great. It's my first time visiting Dubai, first time racing in Dubai, and I'll definitely be back. You guys do a great job, and I'm very thankful that I could be a part of the race. من بين المشاركين الكثيرين كان هناك 110 رياضيين محترفين بريادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين، وهو مساند قوي لهذه الرياضة. فريق فيزيك تي في حضر الفعالية وأجرى حوارات مع عدد من المشاركين. السباق صراحة صعب، وايد صعب، لأن فيه هواء وايد. فريقنا إن شاء الله غيسوي نتيجة زينة إن شاء الله. إحنا في مجموعة، يعني مشكلين فريق، أنا ماسك الركض، في اثنين أصدقاء، يعني واحد سباحة والثاني في البسكيت. إن شاء الله جاي في الطريق إن شاء الله. يعني الجو اليوم تيبان صعب شوية، لأن في رياح يعني زيادة، وإن شاء الله نستطيع إن شاء الله في هذا الأجواء هذه نحققوا نتيجة مزيانة إن شاء الله.